Hi everyone, let's start with English Zone. نقدا ناخد English Zone for Primary 1, Unit 1. مبدئيا هو الـ Units متقسمة Lessons, متقسمة دروس. أول درس عندنا النهاردة بيتكلم على الـ Welcome, مرحبا يعني أو التحيات, Greetings, okay؟ طب ده التارجت, ده الهدف, إنه المفروض إن بعد الـ Lesson يبقى هو عارف هي التحيات, لما حد يسألني على اسمي بسأل بإيه وبرد بإيه وهكذا. طب الـ Presentation, الشخصيات اللي معانا النهاردة, معانا ميس دينا, معانا أمينة, معانا سما, معانا هاني, معانا باسل. تعال نشوف مع بعض ميس دينا بتتعرف عليهم ازاي في الكلاس روم. Let's start. Hello, I'm Miss Dina. مرحبا, أنا ميس دينا. What's your name? اسمك إيه؟ Hello, I'm سما. مرحبا, أنا سما. Hello, سما. I'm glad to meet you. أنا مبسوطة أني شفتك. بعدين ميس دينا سألت حد تاني جنب سما. What's your name? اسمك إيه؟ Hi, I'm Basil. مرحبا, أنا باسل. أوكي. هنا بقى ميس دينا سألت سؤال تاني خالص. How are you, Basil? كيف حالك يا باسل؟ I'm fine, thank you. أنا كويس بخير, شكرا. I'm fine, thank you. Thank you. يبقى how are you? كيف حالك? I'm fine, thank you. طيب, ميس دينا سألت حد تاني. What's your name? I'm أمينة. أنا أمينة. وسألت حد تاني. What's your name? I'm هاني. أنا هاني. بعدين راحت سألت الأطفال كلهم بعد ما تعرفت عليهم بأساميهم. How are you? We are fine, thank you. احنا كلنا بخير, نشكرك. يبقى أنا هنا لما عاوز أسأل على حد باسمه أقول إيه؟ What's your name? هيرد علي يقول لي I am أحمد, I am علي, I am منى, I am سما, I am ندى, whoever. تمام؟ يبقى أنا بسأل اسم بقول What's your name? طب عايز أقول كيف حالك؟ هقول How are you? كيف حالك؟ هرد وأقول I'm fine, thank you. TH طلع فيها لساني زي حرف الث. Thank you, okay? I'm fine, thank you. طيب, عايز أقول إنه مبسوطة إني شفتك, هقول إيه؟ I'm glad to meet you. أنا مبسوطة إني شفتك. طب تعال نشوف مع بعض آخر حاجة إيه؟ Hello, honey. How are you? I'm fine, thank you. I'm glad to see you, Mina. Let's check hands. تعالوا نسلم على بعض. شيك هاندز, يسلم باليد زي ما احنا شايفين كده, هيسلموا على بعض. اوكي, يبقى ده لسون A النهارده كان بيتكلم عن الجريتينجز, التحيات, and welcome, ازاي ارحب بحد واسال عن اسمه او اسال عن حاله, وايه هي الردود المناسبه لكل سؤال. استنوني ان شاء الله باذن الله, ولسون B next week ان شاء الله. Don't forget to like and share my video. Thanks so much and see you soon.